ليفربول يواصل رحلة الاستعداد للموسم الجديد عندما يواجه بالتأكيد ليستر سيتي في هذا المساء بصافرة وانطلاقة لشلعب كورتيس جونز، بوبي كلارك وأليكسيس ماكاليستر في المقدمة، جوتا، نونيز بالإضافة للأسطورة محمد صلاح. محاولة تقدم موجود من جانب محمد صلاح، هدف ليفربول في الموسم الماضي، الهداف التاريخي بالتأكيد للريدز في بطولة البريمير ليج ب 139 هدف، والهدف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال ب 41 هدف. نجح خلال 6 مواسم في أن يضع اسمه بالتأكيد. نذكر بأنه ليستر سيتي كان من المقرر أن يلعب مباراة أمام سبيرز توتنهام لكن ألغيت بسبب الظروف الجوية السيئة في تايلاند. وصلت الكرة لمحمد صلاح أمام ريكاردو بيريرا، لمسة للأمام، عادت من جديد أليكسز إلى محمد صلاح، ينطلق الهجوم من جديد لليفربول، خامس الدوري في الموسم الماضي، خرج من دور 16 في دوري أبطال أوروبا، خرج من الدور الرابع في كروج. بالكرة للأمام جوتا، ضغط نونيز، هذه محاولة خطيرة ليفربول، نونيز يحاول يتظر مساعدة، الكرة تصل لصلاح بتتيا أرنولد، لكن سهل يكون عند حارس المرمى هيرمانسن، سهل يكون عند الحارس هيرمانسن. شوف الضغط كان من ليفربول، نونيز بالتأكيد يستفيد من خطأ المدافع، الكرة تتيا من صلاح إلى أرنولد لكن الكرة كانت ضعيفة بالقدم اليسرى من جانب أرنولد على مرمى ليستر. 2-1 وخرج من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين بعد أن خسر من نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء. هذه كرة وصلت من هناك إلى صلاح في المساحة، صلاح واحد على واحد أمامه بيريرا، محمد صلاح يحاول، محمد صلاح الكرة بتتيا لكن روجرز، هذه محاولة نونيز، كرة إلى صلاح، خطيرة الكرة لليفربول لكن حارس المرمى هيرمانسن ما زالت الفرصة المحاولة في العالم وليس فقط في انجلترا، واكثر نادي انجليزي فاز بلقب دوري ابطال اوروبا 6 مرات، 6 مرات بطل لدوري ابطال اوروبا. يستعيد هذه الكرة كوناتي الى محمد صلاح، ليفربول يتقدم بهدف مقابل لا شيء، ليفربول شيء، تمشي هذه الكرة للأمام، محاولة عادت إلى أليكسز، مر بشكل ممتاز، لمسة انطلاقة جوتا إلى صلاح، واحد على واحد خطير، صلاح الكرة بتتهيأ، الثاني جول، الهدف الثاني لليفربول بصناعة من صلاح وبنهاية من بوبي كلارك يسجل صاحب ال 18 سنة ثاني أهداف ليفربول في مباراة الليلة، يبدأ قوية ليفربول في شوط المباراة الأول، وبوبي كلارك بالتأكيد يتلقى المساندة والتشجيع بعد الهدف الثاني ليسجل ليفربول. هذا هو صاحب 18 سنة الذي يراهن عليه يورجن كلوب وينجح في رهانه في مباراة اليوم، ويضع ليفربول في المقدمة بهدف ثاني في مباراة اليوم. جوتا إلى صلاح، وصلاح تعامل مع الكرة بشكل ممتاز، الكرة بتتهيأ لبوبي كلارك يسجل من خلال هذه الكرة هدف ثاني على يمين حارس المرمى هيرمانسن، على يمين، لمسة من هناك في الناحية اليمنى، على العكس هذه أخطاء من جانب لاعبي فريق ليستر سيتي، استغل هذه الأخطاء وسجل هدفين فريق ليفربول. كرة وانطلاقة عن طريق صاحب الهدف الثاني بوبي كلارك، محاولة تقدم من جانب ديوغو جوتا، جوتا وصلت إلى صلاح، لمسة للأمام، جول عظيم جميل، متعة ليفربول في شوط المباراة الأول، صلاح في ثاني أسيست في أقل من 3-4 دقائق يصنع هدف ثاني، جوتا يكملها براسية في مرمى الحارس الدنماركي هيرمانسن، وليفربول متعة في شوط المباراة الأول، نعم متعة. جوتا إلى صلاح، شوف جوتا يدخل منطقة الجزاء والكرة الرأسية على يمين هيرمانسن، تفاهم وتناغم بين صلاح وجوتا في هذه الكرة، وجوتا يضع كرة رأسية يسجل من خلال هدف ثالث لليفربول في شوط المباراة الأول، ثلاثية للريدز الممتع في شوط المباراة الأول. كرة ومحاولة، يحاول هروب روبرتسون، تغيير اتجاه اللاعب، الكرة وصلت إلى صلاح يحاول فيها، استلمها صلاح، تقدم صلاح واحد على واحد أمامه بيريرا، بيريرا في معاناة، بيريرا في محنة، وأمامنا تسديدة من جانب أرنولد، عدد من جديد الكرة إلى كورتيس جونز، إلى صلاح من جديد، هذه كرة لي الأمام، لكن أيها السيدات والسادة في كل مكان مشاهدين عبر أبو ظبي الرياضي، صافرة نهاية هذا الشوط بالتقدم والتفوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. احلى واجمل واروع صباح لحضراتكم جميعا اعزائي المستمعين. صباح الخير والسعاده، صباح الامل والعمل، صباح الرزق والحلال. ننزل لف ودوران ولا حتى يمين في شمال، ده كلام واضح وصريح مش اي كلام يتقال. شوبير دلوقتي على اون سبورت اف ام مع شوبير. مع شوبير. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى واجمل واروع صباح لحضراتكم جميعا اعزائي المستمعين. صباح الخير والسعاده، صباح الصحه والستر، صباح الرزق الحلال. يوم جديد على حضراتكم النهارده الحد 30 يوليو 2023 الموافق 12 من محرم 1445. بعد متابعتكم للجولة الأولى من البطولة العربية، شايفين مين أقوى الفرق المشاركة في البطولة وإيه حظوظ الزمالك في الفوز بها؟ كمان ابعتونا على الاستفتاء بتاعنا أفضل حارس وأفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب أجنبي وأفضل لاعب شاب وأفضل حكم هذا الموسم. دايما بتبعتونا على صفحاتنا على ون سبورت اف ام وأحمد شوبير عربي وإنجليزي. موجز الأخبار النهاردة مباراة ما بين الأهلي والداخلية في دور 16 لبطولة كأس مصر على ملعب الكلية الحربية. وزارة الشباب والرياضة بتصدر بيان انه المباراة هتبدأ الساعة 6 مساء في الحر اللي احنا فيه ده، وتنتهي مع حلول المغرب في جميع المسابقات من اجل ترشيد استهلاك الكهرباء. اتحاد الكورة بيعلن تقديم موعد مباراة دور 8 في كأس مصر بين المصري والفائز من الاهلي والداخلية لتقام السادسة مساء الخميس المقبل. دكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك بيؤكد إصابة إبراهيم أنداي بكدمة في عظام الفك خلال مواجهة اتحاد المنستيري، هيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ويعود للمشاركة إن شاء الله في التدريبات اليوم. نادي الزمالك بيتواصل مع أحمد نادر السيد حارس مرمى النادي الشاب وبيقول له ارجع الفريق، إنه عارضه انتهت لنادي فيزيلا البرتغال. رسميا وكما توقعنا منذ فترة، نادي زيد بيحسم صفقة انتقال علي لطفي رسميا إلى صفوفه، وبيضم أيضا محمد أشرف ظهير الفريق. يعني في تعاون كبير جدا على فكرة بين النادي الأهلي ونادي زيد، تعاون كبير جدا جدا، في أكثر من اتفاقية تم عقدها ما بين